لضيفنا من خميس مشيط عبر سكايب استشاري الأمراض المعدية دكتور علي الشهري. أهلا يا دكتور من جديد. دكتور، اليوم هناك من المسموح لهم بأن يسافر من لم يأخذ الجرعة الثانية بعد، هل يمكنه السفر بأمان؟ ما هو وضعه؟ أم ينتظر أفضل أخذ الجرعة الثانية وبعد ذلك السفر دكتور؟ صراحة من وجهة نظر شخصية أن اكتمال الجرعات هي المقدم والأمن لكل شخص، ولكن أخذ جرعة واحدة عندما تكون بعد 14 يوم من الجرعة الأولى، وأيضا أن تكون في المدة المسموحة. يعني إلى الآن أسترازينيكا ممكن نسمح حتى تأخذ الجرعة الثانية إلى تقريبا 3 شهور أو حول المدة هذه، وفي فايزر تقريبا إلى تقريبا 6 أسابيع اللي هو تقريبا شهر وأسبوعين. إذا كانت هذه في هذه المدة وبعد 14 يوم من أخذ الجرعة لا زال الأمان موجود. صح لن يكون أمانا كاملا كما أوصت الدراسات بأن تكون جرعتين، وإلا لما احتجنا إلى جرعتين في هذه اللقاحات. لذلك أرى أن الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى السفر يعني بدري وقبل حصول على الجرعة الثانية أن ينتظر حتى يأخذ الجرعة الثانية ثم يستطيع أن يكون الأمان أكبر من لو أخذ الجرعة الأولى، إلا إذا كان قد أصيب. إذا كان قد أصيب فتكون جرعة واحدة كافية، لأن الإصابة الطبيعية تحل محل الجرعة الأولى. طيب بالنسبة يعني للمتعافين من الفيروس نتحدث الآن، مسموح لهم السفر أيضا، هم من ضمن الفئات، لكن ما مدى دكتور قوة المناعة الطبيعية؟ هل سيكونون أيضا بمأمن؟ المناعة الطبيعية صراحة في الدراسات أثبتت أنها قوية صراحة بين 3 و6 شهور من الإصابة. هناك بعض الدراسات صراحة مدت المدة إلى حوالي 8 شهور، في دراسة تقريبا قبل شهرين قالت إن إلى 8 شهور قد تكون المناعة موجودة، المناعة بعد الإصابة بالفيروس نفسه. قوتها صراحة تبدأ تقل، أول شيء تعتمد على قوة الإصابة البدائية، يعني الناس اللي جاهم إصابة شديدة تكون قوة المناعة فيهم أقوى من الناس اللي جاهم عدم وجود أعراض أو أعراض بسيطة. أعراض خفيفة. إذا الأعراض البسيطة، نعم الأعراض البسيطة أو الخفيفة تساوي مناعة مدتها أقل، أعراض شديدة مناعة مدتها أكبر. بعض الدراسات الأمريكية وصلتها إلى سنة للناس الذين يدخلون المناعة مركزة، ولكن الأحوط كما وضعت وزارة الصحة أن 6 شهور بعد الإصابة هي المدة المناسبة لوجود المناعة، والتي بإذن الله تعالى تحمي الشخص، يعتبر ذلك أخذ الجرعة الأخرى لأخذ المناعة في المدة الأطول. طيب دكتور، يعني الكل يتحدث عن اللقاحات الموجودة حاليا أنها بنيت وعملت على السلالات الأساسية من فيروس كورونا كوفيد-19 وليس المتحورة، وبالتالي فعالية اللقاحات اليوم في مواجهة هذه المتحورات بالذات المنتشرة مثل البريطانية والهندية. نعم، اللقاح كما ذكرنا وكررنا أن اللقاح فعاليته تعتمد على عدة جوانب. الجانبين المهمين هما الإصابة البدائية، يعني لما يقابل شخص آخر مصاب وتنتقل الفيروس إليه هل يأخذ العدوى أو لا. الأمر الثاني قوة الإصابة، هل تكون إصابة شديدة تدخلها لا قدر الله لنا مركزة أو مضاعفات أخرى أو لا. المعروف إلى الآن أن اللقاحات الموجودة حتى ولو قلت فعاليتها في الإصابة فإن فعاليتها في منع الإصابات الشديدة حتى مع المتحور لا زالت موجودة، وهذا ما أثبتت بعض الدراسات ومن ضمنها سواء على فايزر أو استرازينيكا. فاللقاحات لا زالت فعاليتها موجودة، ولكن أضف إلى ذلك أنه لا بد من أخذ الإجراءات الاحترازية والبعد. هذا ما سأسألك عنه دكتور، عفوا هذا ما سأسألك عنه، لكن لماذا سألتك عن موضوع السلالات؟ لأنه مثل السلالة الهندية يعني هي منتشرة في أكثر من 40 دولة كما سمعنا، توسعت بشكل كبير، فبالتالي مع موضوع السفر. لكن بالنسبة للإجراءات الاحترازية، هل يحتاج المسافر إلى أن يزيد من هذه الإجراءات للوقاية؟ نعلم أن هي لبس الكمامة والتباعد، ولكن هل يحرص أكثر على موضوع المعقمات، الجلافزات في اليد، أشياء إضافية يعني احترازيا؟ أنا أرى أول شيء الكمامة لابد منها، الأمر الثاني التباعد الجسدي ضروري ومهم جدا، الأمر الثالث البعد عن التزاحم، يعني لا يذهب إلى محلات فيها تزاحم شديد إلا لضرورة قصوى لا يمكن الابتعاد عنها. الأمر الرابع أنصحه بأخذ معقم في جيبه أو في شنطته أو في أي يعني مع عفشه، لابد أن يكون هناك معقم يعقم يديه، يعقم الأسطح التي سيدخل فيها في الفندق، في محل السكن، في الطيارة، في السيارة، في الباص، لابد أن يكون مع هذا المعقم ليضمن عدم انتقال الفيروس. كما قلنا
لا تمنع اللقاحات الانتقال بشكل 100%، وأيضا أضف إلى ذلك وجود المتحورات. لو استطاع أن يبتعد عن الدول التي فيها متحورات بشكل كبير فهذا الأفضل والأقوى والأحسن. نعم، هنا سؤالي الأخير لك يا دكتور، يعني الأيام أو عفوا المعايير التي من خلالها يمكن المسافر أخذها بجدية، معايير طبية عند اختيار أي وجهة سياحية، ما هي الدكتور؟ أنا أنصح أولا كما قلت أن يبتعد عن الدول التي فيها لا زال منحنى الإصابات عالي جدا، وهناك دول واضحة جدا، يعني لا يحتاج أن نتكلم أو نذكر أسماءها، هناك دول واضحة جدا أن هناك الإصابات عالية جدا ونستطيع أن نقول شبه خروج عن السيطرة في ضبط الفيروس. الأمر الثاني، يختار الدول التي يرى أن فيها سيطرة على الفيروس ونزول في المنحنى. الأمر الثالث، يختار الدول التي غطت في مجتمعها أكبر كمية وأكبر نسبة عالية من اللقاحات. الأمر الذي يليه، الدول التي فيها متحورات يحاول أن يبتعد عنها، أو حتى المدن التي يرى أن عدد المتحورات فيها عالي، وهذا طبعا كل دولة لها وزارات ومؤسسات تبين ذلك، يحاول أن يبتعد عن تلك الأماكن. كما قلنا السفر يكون يعني من شروطه أن يكون الإجراءات الاحترازية مطبقة حتى من وكالات الطيران، لابد أن يفرض عليها أن تلاحظ هذه الأمور. أنصح وكالات الطيران، وهناك دراسة عملت قبل تقريبا أسبوعين وقد نشرت، أن وضع يعني مقعد فاضي بين كل مقعدين يقلل احتمالية انتشار الفيروس في الطائرة، وهذا شيء جيد ويجب أن توصى به وكالة الطيران وحتى لو عزم عليها بتطبيقه. ويبقى طبعا دكتور علي التأكد كثيرا من الاشتراطات الصحية قبل الذهاب لأي دولة، هناك حجر منزلي أحيانا أو فندقي، وهناك أيضا بعض الاشتراطات الضرورية لابد أن ينتبه لها المسافر إلى أي دولة. صحيح صحيح أستاذ إبراهيم، لأنها حتنقص من مدة سفره، يعني لو سيحجر 7 أيام أو 14 يوم هذا سينقص من مدة سفره، فبالتالي لابد أن يضبط السفر والمدة وترتيب أموره على هذه الأمور. نعم، شكرا جزيلا لك استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، كنت معنا عبر سكايب من خميس مشيط.